وبعبد الله مثل قصة الشمالي الشمالي قصة الشمالي هذا واحد من الشمال معزوم في عزيمة وكانت العزيمة بوفيه مفتوح وهالشمالي لقى أكل طيب ما شاء الله وقام يأكل من هنا شوي ويأكل من هنا شوي ويأكل من هنا شوي لما ادفخ بطنه الله يجازه يبي يصغر عجل يبي يصقع نسب من فوق جفل من فوق تحت جفل بليتين أعوذ بالله المهم يروح لمن بيته اي والله يوم راح لمن بيته ولا اخوه نايم مسكين وقوم اخوه افلاس لا كان نعم انا بمستشفى وزاه للمستشفى وزاه للمستشفى جاء الدكتور زج وهبله هبلتين قال لي نسب لا من تحت ولا من فوق قال الدكتور هذا تخوف يا نعم قال هذا لازم ينوم عندنا لازم يركز هذا بنتي لازم يركز عندنا قال خلاص ركزوه وصار اخوه مرافق اخوه تعبان جاي وصار اخوه مرافق اخوه ينعس الى ينعس لكن المريض المسكين الحائلي هذا والشمالي كان منفخ بطنه وكل ما هدا شوي ارتاح لكن الى منه شد عليه الوجع قام يصيح يقول واو يا هجمك وكل ما هدا شوي وكل ما شد عليه الألم صار واو يا هجمك اخوه اللي قال يا هجمك فزع اللي كان نايم جنبه مسكين وقفه ونكد عليه نكد على المرافق شوي ولا المرافق نايم يقول واو يا هجمك يوم جاب قال يقول هل عنك هجمك اطلب الله يرزقكم طقعه الى الشرطه